والله العظيم كده عيب، والله العظيم كده عيب. ده ميت، حرام عليكم بقى يا اخي. نصك يا عم عباس يا عم، حرام عليكم. ده ميت وانتوا الفرح اقل كله اقل الله. خلاص يا بيه، خلاص يا بيه. مين اللي بيتكلم؟ خلاص يا استاذ، خلاص يا ما انا بقول لك خلاص يا بابا. يعني ده مش فرح، ده مش فرح يا حبيبي. بس سلام يا بابا. معلش معلش يا فنان، معلش. يلا بقى لله، بقى لله. يلا احلى حمد. يعني زي ما حضراتكم شايفين اعزائي المشاهدين، مشاهدي ابو حبيب ميديا، لحظه خروج الفنان عبد الباسط حموده. طبعا الاعزاء، السلام عليكم. في زوجة الفنان احمد عدوية، ان لله وانا لا اله الا الله. طبعا يعني حصلت حاله من الانفعال من جانب الفنان عبد الباسط حموده، يعني طبعا بسبب الازدحام. Thank you.
أيها الصلاة مشاهدينا ومتابعينا ومتابعي ابو كبير ميديا في كل مكان. دي كانت تغطيتنا من ساحه مسجد حسين صدقي، نقل طبعا يعني اعزاء الراحله زوجه الفنان احمد عدويه. وشكرا لحضراتكم، كان معكم محمد شاتور. السلام عليكم ورحمه الله.